إذا أرادت الدولة الليبية أن ترفع سقف الإنتاج تستطيع ذلك من خلال دعم مهندسي القطاع النفط الليبي والعاملين في الحقول النفطية، وهناك برامج واضحة ومحدودة ومتعارف عليها لرفع سقف الإنتاج لمدة زمنية معينة إلى أن تجتاز الأزمة التي أنت فيها. لغاية وين نقدر نوصل مهندس عيسى؟ إلى كم مليون في اليوم مثلا؟ في الوضعية الحالية للقطاع النفطي حسب آخر دراسة أو آخر مشروع تحليلي طلعت عليه، نستطيع أن نصل إلى 2 مليون إلى ربع، 2 مليون إلى ثلث حاجزك. يعني ممكن نصل إلى 2 مليون برميل يومي. الإمكانيات التخزينية المرحلية، أنت عارف حضرتك بعد الإنتاج هناك الخزانات اللي هي يتم فيها تخزين النفط الخام حتى يعني يتم تمر الجدولة اللي خاصة بالناقلات اللي تنقل النفط المصدر. هل عندنا هذه الإمكانيات؟ يعني هل موجودة الإمكانيات الآن، خاصة بعد للأسف الشديد تعرض الكثير من يعني أو بعض البنى التحتية في الحروب المفتعلة اللي تعرضت لها ليبيا، وكانت خزانات هدف مباشر للأمانة. هل تم معالجة هذا؟ هل عندنا الطاقة التخزينية التي من الممكن أن تخلينا نرفع الإنتاج إلى هذا السقف إذا زي ما قلت توفرت الخبرات الليبية زي ما تفضلت حضرتك موجودة؟ سيدي الفاضل، في حالة وجود العقول الليبية التي سوف تدير هذه العملية سوف ننجح بالمعدات الحالية الآتية في إدارة أزمة القطاع النفطي الليبي. أزمة إدارة، الأشخاص المخولون بإدارة هذه المنظومة، منظومة البيع، أشخاص غير مؤهلين، ينظرون إلى العمولات، إلى سقف العمولة، هامش الربح، الشركة الفلانية بعلاش، الشركة الفلانية ما تبيعلاش، بيع لشركة ريا ما تبيعلاش، شركة مش عارف من. لا نريد الخوف في هذا المجال، تمام؟ عندما توجد فرق العمل الكفؤة ذات القدرات الخاصة لإدارة عملية البيع والتخزين سوف نصل إلى هذا الرقم بكل أريحية. لكن الإشكالية الحالية الآن أن الشركات أصبحت بيئة طاردة للمشغلين من الطراز الأول. هؤلاء المشغلين هناك من خرج وغير قطاعه تخصصه بالكامل. لماذا؟ لأنه تم جلب شخص بصمجي ليصبح هو رئيسه في العمل، عندها سوف يكره العمل وسوف يترك القطاع النفطي بالكامل. عندما تعود هذه العقول الليبية وهذه الكوادر وهذه السواعد الفنية إلى عملها السابق مع رد اعتبارها ومكافآتها أو دعم حوافز مادية جيدة لها، عندها سوف نصل هذا المبلغ بدون صيانة حالية. تحدثت عن السعة التخزينية، يعني أنت تقصد بالضبط تخزين على الحظيرة التخزين التي موجودة في ميناء السدرة التي المفروض أو صممت لاستيعاب 6 مليون برميل، والتي تم إصابة أكثر من عدد خزانات منها، أكثر تقريبا في حدود 8 خزانات مصابة إلى الآن ولم تتم الصيانة، إنما يطلب أموال للصيانة ولا تتم صيانة هذه الخزانات. إذا أرادت الدولة الليبية صيانة هذه الخزانات سوف تتم هذه الصيانة في خلال 6 أو 7 أشهر، والعديد من الشركات جاهزة لتنفيذ هذه الصيانات. لكن السيد مصطفى صنع الله كان يبحث عن عملات مرتفعة ليتم صيانة هذه الخزانات أو إنشاء خزانة جديدة أو إزالة ما تم تدميره بالكامل.